الأزمة الليبية على موعد مع جولة حوار جديد بين أعضاء البرلمان في طنجة المغربية، جولة تأتي بعد سلسلة جلسات حوار في الأونة الأخيرة بحثا عن حلول سياسية وعسكرية للأوضاع في ليبيا. مع الزميلة كريستيان البيسري نستذكر أبرز جولات الحوار ونتائجها. كريستيان، مساء الخير. مساء النور شانتال. لم تهدأ الجهود الدولية لإيجاد حل ينهي الصراع الليبي، غير أن الأشهر الماضية أثبتت أن الحل الأكثر فعالية يكمن بجهود الليبيين أنفسهم. جديد اللقاءات حوار مرتقب في طنجة شرقي المغرب، فقد وصل العشرات من البرلمانيين الليبيين إلى المدينة المغربية. يأتي هذا اللقاء قبل استئناف المشاورات الليبية في مصر الذي من المقرر عقدها في 6 ديسمبر المقبل لاستكمال حوار المسار الدستوري. وكان الليبيون أنهوا في 16 من الشهر الحالي محادثات في تونس من دون التوصل لتعيين حكومة جديدة، فيما تم الاتفاق على تنظيم انتخابات أواخر ديسمبر من العام المقبل 2021. كما أجمع الليبيون على ضرورة التغيير في ليبيا وأهمية تنفيذ خطة إصلاحية في المؤسسات، ومن المقرر استئناف هذه المفاوضات بشكل افتراضي. وفي 5 نوفمبر الحالي انطلقت أيضا جولة ثالثة من المفاوضات السياسية الليبية في بوزنيقة في المغرب، وفي محادثات بوزنيقة توصل الجانبان لتفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ووضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية وبناء مؤسسات الدولة. وتزامن حوار بوزنيقة الأول مع لقاء الجانبين العسكريين للجيش الليبي وقوات الوفاق في الغردقة في مصر، وتوصل بوقتها الطرفان لتوافق مبدئي لجعل سرت مدينة منزوعة السلاح وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التي تتم مناقشة تأسيسها. في أكثر من بلد وعلى أكثر من صعيد تتكثف المساعي لإيجاد اتفاق ليبي ينهي الأزمة، وقد يكون التحدي الأبرز في وجه هذه المساعي استمرار أطراف دولية وإقليمية بالرهان على تأجيج الصراع والتدخل المستمر في الشأن الليبي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة البيضاء الليبية الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بريقة. أهلا بك سيد فيصل. ما الذي يمكن أن الجديد الذي يمكن أن تأتي به لقاءات طنجة في المغرب؟ نعم، مساء الخير. أشكر قناتكم وكذلك المتابعين الكرام. أهلا. نعم، هو لقاء في مدينة طنجة المغربية ضم حوالي 65 عضو من أعضاء مجلس النواب المقاطعين والموجودين في الغرب الليبي، وكذلك هناك محاولة للالتحاق بهم من النواب الموجودين في باقة حوالي قرابة 50. إذن العدد من المحتمل أن يصل إلى 105 أو 110 أو 115. طبعا جرى إعداد ورقة تشاورية ما بين أعضاء مجلس النواب الموجودين هناك، وتحدثت الورقة التشاورية بأن التشاور هو حول إعادة لملمة شتات مجلس النواب، وقد يصل التشاور إلى 4 أيام. إذن 4 أيام هي للتشاور ووضع آليات للتشاور ووضع توزيع الكلمات والداخل لهذا التشاور، وأنه لن يتم التطرق إلى الماضي أو اشترار الماضي أو اشترار آلامه التي مزقت مجلس النواب. إذن الهدف الأساسي هو توحيد مجلسي النواب في الغرب والشرق، هل تعتقد بأن ذلك ممكن؟ أتصور بأن مجلس النواب الآن هم أكثر دراية بأن المجتمع الدولي قد تجاوزهم بكثير، وبأن يتطلب عليهم اللحاق أو الجري خلف المسارات السياسية، وبأنهم اعتبروا أصحاب مصلحة شخصية ضيقة وأنانيات ضيقة، وبالتالي المسار السياسي للسيدة ستيفاني ويليامز والبحثة خلقت ما يعرف بلجنة الحوار السياسي المتكونة من 75 شخص. هنا نفهم بأن قد يكون لهذا المسار 75 هو من يحتمد الحكومة وهو من يحتمد الرئاسي، وهذا يتجاوز الأعراف البرلمانية المناطة بها عملية الاحتمادات وإصدار التشريعات. إذن لنفترض حسن النية نقول أنهم رجعوا
من منتصف الطريق وراجعوا أنفسهم بالإخفاقات التي قاموا بها، وكانت المغرب لها دور فعال. نلاحظ سيدتي الفاضلة بأن دول الجوار لليبيا هي من تتحرر عن قوس قزح كامل من العاصمة المصرية القاهرة إلى المغرب، إلى مرورا بتونس، هو عبارة عن ماراثون لهذه الدول وتنافس إيجابي قد نقول ما بين السياسات الخارجية لوزارات الخارجية وأجهزة ولكن السيادية لهذه كثرة الدول الاجتماعات والمناطق. هذه ألا تعقد يعني الحل بدل أن تسهله برأيكم؟ والتجربة ألم تظهر ذلك أيضا؟ في تصوري بأن هناك الآن نوع من النضج لدى هذه الدول ونوع من النضج النسبي لماذا لدى الليبيين لمحاولة اللملمة. أتصور بأن مسارات السيدة ستيفاني وهو التحرك كما يقال بالمفرق أو بالمفرد للأزمة وتفتيتها وتجزئتها هو كان ناجح. هناك مسار عسكري كان ناجح، كان مؤسسات السيادية في بوزنيقة كان ناجح، الإخفاقات كانت في المسار الدستوري في مصر في أكتوبر الماضي، وبالتالي الآن مصر حاولت أن تستعيدها في 6 ديسمبر القادم لوصول لتوافقات حول تعديل الدستور الذي لم يطرح وإيجاد تفاهمات حول النقاط والأبواب الحاكمة لهذا الدستور. إذا تجزئة الأزمة الليبية وتحرك العواصم وإعطاء كريدت للسياسات الخارجية لهذه الدول في سبيل إنجاح الدولة الليبية وقيامها من هذا العبث، أتصور بأنه أتى أكله أخيرا. البعض يعني أو لنقل مراقبون للشأن الليبي يرون بأنه لو تم التركيز على الشق الأمني والشق العسكري وإيجاد حل جذري لهذا الموضوع كان تسهلت كل الأمور الباقية، لأنه هذا هو الأساس. يعني لا يمكن لا الحديث عن تعيينات ومناصب سيادية وإجراء انتخابات وتعيين حكومات من دون أن يستتب الأمن. لماذا لا يعطى الموضوع الأمني الأولوية ومن ثم تبحث الأمور الأخرى؟ نعم سيدة كريستين، هو السؤال في محله، ولكن هناك أمر مهم وهو من نهاية سبتمبر الماضي حيث جرت توقيع على وقف إطلاق النار دائم ومستدام، حصل في جنيف لقاءين، اللقاء الذي كلل بعملية التوقيع، ثم انتقل اللقاء الثالث في مدينة غداء، ثم انتقل اللقاء الرابع في مدينة سرت، ثم الخامس كان في مدينة البريق النفطية الأسبوع الماضي. إذا 5 اجتماعات حضرتها السيد ستيفاني ويليامز وضباط محترفين من القوات المسلحة التابعين للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وأيضا زملائهم وخريجين نفس الدفعات من العسكريين الموجودين في الغرب الليبي. إذا هذه التفاهمات أراها أنها كللت الأسبوع الماضي ومن خلال قناتكم الموقرة، من خلال التوقيع على إعادة هيكلة الحرس المنشآت النفطية المناط به حراسة الموارد النفطية والثروة النفطية للدولة الليبية، وسوف يتم عملية دمج العسكريين من الطرفين وعمل نموذج في أحد الحقول النفطية لعملية التدريب وعملية الدمج حتى يتم التعميم على باقي المؤسسات النفطية. إذا المسار العسكري والأمن يجري على قدم وساق، ونرى شهادات السيدة ستيفاني ويليامز وحث العسكريين على أن حذو العسكريين زملائهم، حتى أنها قامت بحوار تونس بفتح الفيديو كونفرنس مع الليبيين السياسيين وسماع شهادة أخواتهم الموجودين في مدينة سرت لحثهم على المضي قدما لإنتاج حل سياسي كامل للدولة الليبية. شكرا جزيلا لك من مدينة البيضاء الليبية الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بورايقة.